السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل مع بعض العمليات الخاصة بالمشتريات أو بنظام إدارة المشتريات. مش في العمليات بالضغط على علامة زائد، هنا تظهر لنا الشاشات أو الشاشات الخاصة بالعمليات في نظام إدارة المشتريات. هنبدأ بشاشة طلبات الشراء. شاشة طلبات الشراء بنستخدمها علشان نعمل عملية ضبط وتحديد لإجراءات المشتريات، بحيث إن مفيش عملية شراء تتم إلا وفقا لتسلسل هرمي يبدأ طبعا بتحرير طلب الشراء، طلب شراء الأصناف اللي احنا من الشاشة اللي احنا فتحناها دلوقتي. وبعد كده تعتمد هذه الطلبات، طلبات الشراء، من المستويات الإدارية الخاصة اللي احنا هنخصص لها الاعتماد دوت، أو اللي المنشأة هتخصص لها اعتماد طلبات الشراء. بعد كده يجي طلب، بعد طلب الشراء عروض الأسعار وأوامر الشراء بالترتيب الهرمي لعملية الشراء. يجي بعد كده بعد طلب الشراء عرض السعر وامر الشراء وما الى ذلك من الترتيب الهرمي لعمليه الشراء. طبعا شاشه اوامر الشراء الشغل عليها بيعتبر اختياري، الا اذا ان احنا كنا مفعلين ربط امر الشراء بطلب الشراء في شاشه متغيرات الموردين اللي هي في تهيئه الموردين. لو انا مفعل هذا المتغير اللي هو ربط امر الشراء بطلب الشراء، مش هقدر اعمل امر الشراء الا من خلال طلب الشراء، وهيبقى العمل على هذه الشاشه اجباري. انما في حاله ان احنا ما فعلناش المتغير ربط امر الشراء بطلب الشراء في شاشه متغيرات موردين، يبقى العمل على شاشه طلبات الشراء هنا اختياري، ما فيش فيه اي مشكله. ازاي بنستخدم الشاشه دي؟ عن طريق الضغط على زرار اضافه هنا. طبعا لو في اي فروع مضافه في السيستم بقدر اختارها بالضغط على السهم هنا، بيعرض لي كل الفروع الموجوده واقدر اختار منها. نوع الطلب هنا، هل هو طلب شراء ولا هي طلبات شراء محليه ولا هي طلبات شراء خارجيه. طبعا انواع طلبات الشراء اللي احنا شايفينها هنا ديت، اول نوع كان مبرمج على النظام اليا اصلا، كان موجود على النظام. بعد كده تاني نوع وتالت نوع اللي هو طلبات شراء محليه وطلبات شراء خارجيه، احنا اضفناهم من شاشه انواع طلبات الشراء. احنا نقول هو طلب شراء عادي. السيستم طبعا حط لي هنا اوتوماتيك رقم طلب الشراء، هو أول طلب. بعد كده تاريخ الطلب. هنا باجي جهة الطلب، وهي خانة اختيارية بيضيف فيها الطالب اللي بيطلب الأوردر دوت، الجهة بتاعته أو اسمه، اللي هي هنقول مثلا هنا إدارة المخازن. وبعد كده اقدر من الادارات اللي احنا ضفناها في الهيكل الاداري ان احنا نختار الاداره الخاصه بهذا الطلب. وفي حاله ان احنا مش ضايفين هناك ادارات، فمش هنلاقي هنا اي ادارات. انزال البيانات من في الخانه ديت او في الحقل دوت، اقدر اختار ان انا انزل طلب الشراء دوت من طلب صرف، من تحويل مواد، من طلبات عملاء، من فواتير مبيعات، من طلب شراء آلي، من مخططات مشتريات، من طلب انتاج، من اي طلب من دول، وممكن ما اختارش اي واحد فيهم. في حاله ان انا اخترت ان انا انزل البيانات من اي من هذه الوثائق، يبقى هحتاج ان انا احط رقم هذه الوثيقه هنا. تاريخ توفير الطلب، هنا انا عايز الطلب يكون متوفر امتى. البيان لو عايز اضيف اي بيان على هذا الطلب، ورقم المرجع لو بضيفه من مرجع معين. حاله الاعتماد هنا طبعا هنشوفها في اخر العمليه. بعد كده هنا المورد اللي انا عايز اشتري منه، بحط رقم المورد دوت هنا وبدوس F9. بجي اسف اوف خانه رقم المورد، بدوس F9 عشان استعرض كل الموردين الموجودين عندي واختار منهم هشتري من عند مين من هذه الموردين. وبعد كده باجي في البيانات التفصيلية تحت وابدأ أضيف الأصناف اللي أنا عايز أعمل لها طلب شراء. فهاجي هنا في رقم الصنف وهدوس F9، أختار مثلا صنف البلوزة السادة،
اول ما اخترت الصنف حط لي هو رقمه واسمه والوحده اللي بيقاس بيها هذا الصنف، هدخلها على مخزن، هقف في خانه المخزن وادوس F9، اقول مخزن الانتاج التام، الكميه المطلوبه قد ايه، انا عايز 100، قال لي ان هنا الكميه المتوفره في المخزن 650 في المخزن اللي هو رقم 2، ولو في مخازن تانية هيكتب لي الكمية المتوفرة كاملة هنا في كل المخازن في الخانة اللي بعدها اللي هي الكمية المتوفرة. آخر توريد كتبه كان 700، آخر سعر توريد كان 100، آخر تاريخ توريد كان في 1/1/2019. كل هذه البيانات هو نزلها لي بمجرد ان انا اخترت هذا الصنف. بعد كده بعمل عملية حفظ، وبكده أنا عملت طلب شراء بشكل يدوي ناجح. في طريقة تانية إن أنا أعمل طلب شراء بشكل آلي. الأول أعتمد طلب الشراء اليدوي اللي أنا عملته علشان أقدر أعرضه بعد كده في أوامر الشراء، هنا من زرار الاعتماد، وأغير حالة الاعتماد بتاعته من خلال الضغط على السهم اللي جنب كلمة غير معتمد اللي هي تحت حالة الاعتماد، أختار إن هو معتمد، وهعمل عملية حفظ، وبعد كده هخرج. أصبح هنا حالة الاعتماد معتمد لهذا الطلب اللي هو الطلب رقم 1. هعمل عملية إضافة مرة تانية علشان أضيف بالطريقة التانية اللي هي طلب شراء آلي. هاجي هنا في البيانات الرئيسية وهدوس على زرار طلب شراء آلي. أول ما دوست على طلب شراء آلي النظام فتح لي شاشة جديدة اسمها طلب شراء آلي. هنا هعمل عملية إضافة، هختار رقم الفرع. أول ما عملت عملية إضافة آسف نزل لي رقم الفرع ورقم الطلب وتاريخ الطلب. طبعا هو الطلب رقم 1 لان رقم 1 آلي، التاني كان رقم 1 يدوي. طريقة الاحتساب هنا في عدة خيارات، هنعتمد على الخيارات ديت في عملية احتساب كمية طلب الشراء اللي احنا عايزين ننزلها في طلب الشراء. فأول واحدة هنا معدل صافي المبيعات. هنا الطريقة دي بتعتمد على احتساب صافي المبيعات الناتج عن المبيعات مطروح منه مردود المبيعات، بحيث يحتسب بناء على صافي المبيعات. يعني هيعمل لي طلب شراء لكمية اللي بعت. تاني حاجة نسبة من صافي المبيعات، هنا السيستم هيحسب نسبة من صافي المبيعات، المبيعات ناقص مردود المبيعات، وعلى ذلك هيتم تحديد حد الطلب للصنف. شرط ان تكون الكمية المتوفرة اقل من كمية حد الطلب اللي احنا هيئناها في المتغيرات المخزون في اسف في بيانات الاصناف في ادارة المخازن في مديول المخزون يعني المخازن. بعد كده في الاختيار الثالث الاصناف المتجاوزة حد الطلب. هنا تكون طريقة احتساب الاصناف المتجاوزة حد الطلب على حد الطلب للصنف والكمية المتوفرة منه. حد الطلب بيكون على مستوى الصنف او مستوى الصنف والمخزن. بعد كده الاختيار الرابع معدل صافي المبيعات بالاعتماد على الحدود، يبقى هنا هيحتسب لي المبيعات ناقص مردود المبيعات، وهيتعامل ان هو حد الطلب لا الكميه المتوفره لا تتعدى الحد المسموح به. فاحنا هنا هنقول له معدل صافي المبيعات مثلا. بعد كده لو عايز احط رقم مشروع اقدر احطه من هنا، او نشاط. هنا جهة الطلب بيكتب يدويا مين اللي طالب هذا الطلب، بعد كده الإدارة اللي طالبة هذا الطلب طلب الشراء، تاريخ توفير الطلب ده يكون امتى، فاحنا عايزينه يكون متوفر في 20/9/2019 مثلا. هيكون على مجموعة مخازن الإنتاج التام، المخزن المطلوب منه مخزن الإنتاج التام. في هنا المتغير إنزال الطلب أكتر
من مره. تفعيل المؤشر دوت هيخلي النظام، هيمكن النظام ان هو ينزل الطلب الآلي لشاشه طلب الشراء اكتر من مره. ليه؟ لان هو هيعتمد هنا على معدل صافي المبيعات، فكل ما يحصل كميه من المبيعات من هذا الصنف تتوافق مع حدود الطلب اللي احنا هيئناها في المخزون، هي السيستم هيعمل آليا طلب شراء آلي. بعد كده هنيجي هنا في بيانات الأصناف وهندوس F9 في رقم الصنف ونختار الصنف اللي احنا عايزين نعمل له عملية طلب شراء. أول ما دوست انتر حط لي الوحدة بتاعة الطلب بتاع هذا الصنف، وجيت في المخازن وكتبت له المخزن المطلوب منه. بعد كده كتبت له الكمية المطلوبة آخر كمية توريد حصلت كانت 100، آخر تاريخ توريد كان في 4/9، ثم حفظ. وبعد كده بنعتمد هذا الطلب الشراء الآلي علشان يظهر لنا بعد كده، نعمل عملية خروج. بكده احنا ضفنا طلب شراء يدوي وطلب شراء آلي. هنخرج ونخش في شاشة عروض الأسعار. شاشة عروض الأسعار بتشتغل معانا علشان نعمل عروض الأسعار للموردين، يعني ندخل يعني عروض الأسعار اللي جاية أو اللي احنا استلمناها من الموردين، سواء لطلبات الشراء أو لعروض الأسعار مباشرة بدون طلبات، بحيث إن احنا هنعمل إدخال أكتر من عرض سعر علشان تتم المفاضلة بين العروض الموجودة واختيار طبعا العرض الأفضل. طريقة استخدام الشاشة دي عن طريق الضغط على زرار إضافة. هنلاقي عندنا هنا رقم الفرع نازل أوتوماتيك ورقم عرض السعر نازل أوتوماتيك والتاريخ، وده طبعا بناء على التهيئة اللي احنا هيئناها. هنا رقم المورد اللي عامل عرض السعر دوت، هندوس F9 وهنختار المورد الأول مثلا، هندوس Enter. في حالة إن هي كانت مناقصة هنكتب رقم المناقصة هنا وتاريخها، وبعد كده هننزل تحت في البيانات التفصيلية ونضيف الأصناف وعروض الأسعار بتاعتها والأسعار اللي هم عارضينها. هنقول مثلا فستان حريمي الكمية 106 مثلا، السعر 100 جنيه، وما عندناش أي خصومات. ثم هنعمل عملية حفظ، وبعد كده هنضيف عرض سعر تاني لمورد جديد وهنختار للمورد دوت الجنيه المصري أو العملة المحلية، وهنختار نفس الصنف الكمية 106، عرض السعر 101، ثم نعمل عملية حفظ. وبعد كده باستعراض عروض الأسعار من الموردين هنقدر نفاضل بين أحسن أسعار، وعلى أساسها نعتمد عرض السعر المناسب للشركة. هنا هنلاقي إن 106 فستان هيتوردوا ب 10600 جنيه، لكن في عرض السعر اللي جاي من شركة هانز هنلاقي ان 106 فستان بيتوردوا ب 10706 جنيه. اذا بالنسبة لي عرض السعر اللي جاي من شركة احمد وشركاء افضل، لانه ب 10600 جنيه، فعندي وفر في ال 106 قطعة 106 جنيه. فهعمل اعتماد لعرض السعر دوت علشان اشتغل عليه، وبكده انا اعتمدت عرض سعر أقدر أشتغل بيه بعد كده في أوامر الشراء وما إلى ذلك من العمليات الشراء.
هنا عندنا في تبويب حقول إضافية، أقدر أضيف أي حقول إضافية على العملية، بيانات إضافية على العملية، الأعباء في حالة إن أنا هحط أعباء زي مثلا لو المورد هيحملني بالنقل، أو المورد هيحملني بالتعبئة والتغليف، أو ما إلى ذلك من أنواع الأعباء، أو الشحن أو ما إلى ذلك، أقدر أحط الأعباء بتاعتي هنا وأنا عملية في عرض السعر لو هو بعت لي عرض السعر بتاعه في الأعباء ديت. بعد كده هقدر أضيف من تبويب الضريبة نوع الضريبة، وفي حالة إن أنا بستورد عروض أسعار من شيت إكسل أنا كنت عامله قبل كده، فهعمل عملية إضافة وهختار هنا استيراد من ملف إكسل، هحدد له زي ما احنا متعودين مسار برنامج الإكسل اللي السيستم أونكس من خلاله بيقرأ البوث دوت، بيقرأ بيه شيتات الإكسل، وبعد كده هقول له استيراد من ملف إكسل عشان يفتح لي نافذة أختار من خلالها ملف الإكسل اللي موجود فيه عروض الأسعار بتاعتي، وأول ما بدوب بختار الملف بتاعي وأدوس أوبن بينزل لي أوتوماتيك الأصناف هنا بأسعارها والكميات اللي أنا كنت عايزها، شرط إن يكون ملف الإكسل بالترتيب رقم الصنف اسم الصنف الوحدة الكمية السعر. ودي الطرق اللي بقدر أضيف بيها عروض أسعار وأعتمدها على نظام أونيكس. ونخرج بعد كده ونخش في أوامر الشراء. شاشة أوامر الشراء بنستخدمها علشان نصدر أوامر شراء مباشرة، أو ممكن نصدر أوامر شراء من طلبات شراء. كمان بنتابع من الشاشة ديت أوامر الشراء الصادرة واللي اتنفذ منها، وإيه ما تم تنفيذه وإيه ما هو متأخر، علشان نقدر ناخد القرار المناسب بخصوص أوامر الشراء. إزاي بنقدر نستخدم الشاشة ديت؟ عن طريق الضغط على زرار إضافة. هنا هو كتب لي طبعا الفرع ورقم الأمر وتاريخه. أمر الشراء هنا النوع بتاعه في عندي 3 أنواع: أمر شراء مباشر، أمر شراء محل، أوامر شراء محلية، وأوامر شراء خارجية. طبعا أمر الشراء الأولاني دوت ده تم تهيئته مع السيستم أصلا، مبرمج مع السيستم أونكس. النوعين التانيين إحنا ضفناهم من شاشة أنواع أوامر الشراء في نظام إدارة المشتريات. بعد كده باجي على المورد. هنا في حال الاول ان انا عايز انزل طلب الشراء دوت من اسف امر الشراء دوت من طلب شراء، فبفتح هنا انزال البيانات من، بدوس على السهم اللي قدام الحقل انزال البيانات من، واختار مثلا طلب شراء، وباجي في رقم الطلب هنا خانه رقم الطلب، وبدوس F9 علشان استعرض كل طلبات الشراء المعتمده. نختار طلب الشراء الاول وهدوس انتر، مجرد ان انا اخترت طلب الشراء الاول ودوست انتر نزل لي المورد اللي انا كنت كاتبه في طلب الشراء والعمله اللي بتعمل بيها هذا المورد، ونزل لي تحت بيانات الطلب الكميه اللي انا كنت طالبها والاصناف اللي انا الاصناف اللي انا كنت طالبها والكميات اللي انا كنت طالبها من هذه الاصناف. في حال ان انا مش عايز انزله من طلب شراء، فهعمل له انزال مباشر، او هدخل البيانات مباشره ان انا اختار مورد، وبعد كده لو عندي بيان عايز احطه، عايز عندي مرجع عايز احطه وما الى ذلك، اقدر اتعامل بهذه الطريقه. هنا في نوع الفاتوره، هنا احدد نوع الفاتوره اللي هينزل عليها امر الشراء دوت من خلال اختيار من الانواع الموجوده قدامي هنا، كلي او المشتريات المحليه ومشتريات خارجيه. مشتريات محليه ومشتريات خارجيه طبعا ديت اللي احنا هيئناها من شاشه انواع انواع الفواتير، ومرتبط بامر الشراء هنا ده مهيئ من السيستم هو كلي، فاحنا نختار كلي. وهنا في تكاليف الاصناف، على اي اساس هيحتسب تكاليف الاصناف في امر الشراء دوت، فهقول له على اخر سعر توريد، او على متوسط التكلفه، او على سعر المورد كما يتراءى للسياسة المالية والشرائية للمنشأة. هنا في حالة إن هو مرتبط بعقد أمر التوريد مرتبط بعقد، هدوس هنا على مرتبط بعقد زي ما شرحنا في محاضرة قبل كده،
اللي هي كنا بنشرح فيها عقود الموردين، بان انا اقدر اربط الاوامر الشراء بالعقود من خلال هذا المتغير، ان انا هقول ان هو مرتبط بعقد، واول ما دوسنا هو مرتبط بعقد حط لي هنا رقم خانة عشان اكتب فيها رقم العقد، ولو شلت هنا مرتبط بعقد مش هقدر اضيف هنا اي رقم في خانة رقم العقد. هنا النظام بيساعدني جدا ان انا اشتغل على امر الشراء بالطريقة اللي تناسبني والسياسة المالية والشرائية اللي تناسب المنشأة. هنعمل عملية حفظ. هنا قال لي فضلا ادخل السعر، انا فعلا نسيت ادخل السعر للمورد اللي انا هشتغل عليه، فانا ممكن اختار هنا تكاليف الاصناف سعر المورد، وهقول له هنا 100 جنيه، والادخل رقم المخزن ادخلها على المخزن رقم 2، تاريخ التسليم 14/9/2019، ثم حفظ. وبكده تمت اتممنا امر الشراء بان احنا انزلناه من طلب الشراء اللي احنا كنا معتمدينه، وفي حالة عدم اعتماد طلب الشراء ما كانش هيظهر معانا هنا طبعا في شاشة اوامر الشراء. هنا في التوقيت بتاع المتابعة بقدر أتابع أوامر الشراء اللي عندي، ما تم منها وما لم يتم، في حالة إن في تأمينات على عملية التوريد ديت بحطها هنا، لو فيها في أعباء مضافة طبعا في طلب الشراء كانت هتظهر لي هنا، ولو في أعباء ظهرت جديدة أقدر أضيفها في أمر الشراء مباشرة. الضريبة كمان أقدر أهيئها مرتين من هنا. الحقول الإضافية بقدر أضيف بيانات من عندي، بيانات زيادة من عندي لو عايز أضيف بيانات. في حالة إن أنا بستورد طلب الشراء دوت، أمر الشراء دوت من ملف إكسل، بستورده من التبويب استيراد من ملف إكسل. بكده إحنا عملنا أمر الشراء بشكل بسيط وسهل. هنخرج ونخش في شاشة بيانات الشحن. شاشة بيانات الشحن ديت بنستخدمها علشان نعمل التدوين لبيانات الشحن للأصناف في أمر الشراء، علشان نتعرف طبعا على مواعيد شحن الأصناف ومواعيد وصولها والمورد والتكاليف اللي ليها علاقة بشحن الأصناف، الميناء بتاعة التصدير، ميناء الوصول، الدولة المصدرة، وبيانات تانية هنشوفها مع بعض من خلال العمل على الشاشة. وطريقة العمل على الشاشة سهلة جدا، من خلال الضغط على زرار إضافة، هو يضاف لي هنا الفرع، ولو في طبعا أي فروع تانية زي ما احنا متعودين أقدر أختار عن السهم دوت. رقم وثيقة الشحن ديت هي رقم 1، هنا بحط له رقم بوليصة الشحن طبعا بسجله يدويا، رقم بوليصة الشحن اللي بتصدر من شركة الشحن، فهنقول هو مثلا هو 3402. هنا كمان في نوع بوليصة الشحن بدخله يدويا، هنا مثلا شحن بحري أو بري أو جوي أيا كان، هنا بري مثلا، بر أو بحر أو أيا كان نوع بوليصة الشحن. تاريخ الشحن هنا بدخل تاريخ الشحن برضو بشكل يدوي، وليكن مثلا 20/9/2000، آسف 20/9/2019. طريقة الشحن جوا بحرا برا بختار الطريقة اللي أنا بشحن بيها. لو في عندي مصاريف الشحن هتحمل عليا أنا فهقول على الشركة، لو على المورد فهختار المورد ايا كان مين منا اللي هيتحمل مصاريف الشحن ديت. انا اقول هنا مثلا الشركة، المورد اللي انا بشحن من عنده او اللي انا شاري من عنده، بقف في خانة المورد ودوس F9، اختار الشركة اللي انا بستورد منها. بعد كده رقم الأمر، هنا بننزل أمر الشراء اللي بيحصل منه عملية الشحن. في حالة إن أنا عايز أنزلها من أمر الشراء، الشحن هيكون كلي يعني لكل طلب الشراء ولا مجزأ على أجزاء، على حسب ما أنا بختار. هنقول مثلا هنا كلي،
باجي هنا في رقم أمر التوريد وأدوس F9، لكن أنا ما عنديش أوامر توريد خاصة بمشتريات فيها شحن، فالسيستم ما أظهر ليش أي بيانات تخص أوامر توريد فيها شحن. لكن لو عندي أي أمر توريد فيه شحن بحط رقم أمر التوريد هنا، وأوتوماتيك هو بينزل لي الأصناف اللي موجودة في أمر التوريد هنا والكميات بتاعتها. هنا بحط رقم الحاوية والسعة المتاحة ورقم أمر الشحن بتاعها، ثم بعمل عملية حفظ. وبكده بنقدر نضيف بسهولة وببساطة بيانات شحن لأمر شراء من مورد معين. تمنياتي إن محاضرة النهاردة تكون كانت محاضرة سهلة، وطبعا تمنياتي بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.